ماذا على المسلم أن يفعل عندما يساء إلى رموزه الدينية؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لم يحدد القرآن الكريم عقوبة دنيوية للمسيء، يقول تعالى: إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أليس للمسلم الشهم الشجاع أن يغار ويضيق صدره من الإساءة إلى رموزه؟ بلى، يقول تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. كيف أعبر عن مشاعري إذن؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ما العمل إذن؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وماذا أيضا؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كيف امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه التوجيهات؟ وأي أسوة تركها لنا لنهتدي بهديها؟ تخرج المواقف النبوية في هذا المجال عن حد الإحصاء، دعونا نتذكر بعضها. توجه حضرته إلى الطائف لدعوة أهلها إلى الله بكل حب وتواضع. قابلوه بالسخرية والأذى وطردوه وألحقوا به الصبيان والمجانين يرشقونه بالحجارة. كيف تصرف حضرته؟ عرضت عليه الملائكة أن تعاقب الطائف شر عقاب. رفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، آملاً أن يتغيروا للأفضل يوماً ما. في موقف آخر تعرض النبي للشتم والتحقير على لسان زعيم المنافقين في المدينة، عبد الله بن أبي بن سلول. طعن ابن سلول في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه واحتقره. وقد دون القرآن إحدى إساءاته البالغة حين قال: ليخرجن الأعز منها الأذل. قام الصحابة لقتل ابن سلول، فماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: نحسن صحبته ما حيينا. وعندما مات ابن سلول كفنه النبي صلى الله عليه وسلم بعباءته وصلى عليه رحمة منه وشفقة. ودعونا نتذكر فتح مكة الذي لم ولن يشهد التاريخ مثله. كيف قابل النبي صلى الله عليه وسلم من آذوه وأصحابه سبا وشتما ومقاطعة وأسرا وتعذيبا وقتلا؟ لقد جاءهم منتصرا قادرا على الثأر منهم وإذلالهم، ولكنه عفى عنهم ومنحهم الأمان وقال لهم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لماذا علينا التحلي بكل هذه الرحمة والعفو والمغفرة؟ أولا طاعة لله ورسوله وتخلقا بأخلاقهم. ثانيا نحن دعاة إلى الله تعالى، غايتنا نجاة الناس لا حسابهم وعقابهم. لذلك ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هل التحكم بالغضب والمشاعر وتحويلها لإحسان وشفقة أمر سهل؟ بالطبع لا. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه أوامر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طريق المحبة هو اقتفاء أثر الحبيب والسير على نهجه وأسلوبه، حتى لا ينقلب الحب لعنة
تحزن المحبوب.